كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نمشيو نحضروا الماتش ديال المصل الوداد فاس، اخر جوله بطولة ديال هذا العام ان شاء الله. الماتش اللي تحاول الوداد تاخذ فيه البطوله، ولي فار غادي تحاول حتى هما يديو البطوله من طنجه. الماتش اللي غادي يكون فيه واحد الحساب مع الرئيس. الماتش اللي غادي يكون شكلي بالنسبه للمغرب الفاسي لا، علاش؟ باسكو غادي تكون فيه واحد ضد الرئيس السي جامعي. غادي يحاولوا يسمعوا الصوت ديالنا، لان النتائج الاخيره ديال فريق المغرب الفاسي ما بقاتش كتبشر بالخير. هزيمه ضد المحمديه بثلاثه، وهزيمه ضد الجيش بواحد، وهزيمه ضد حسنيه اكادير بثلاثه. هي سبعه د البيوت في ثلاثه د الماتشات، هادشي اللي ما عمره ما كان في تاريخ المغرب الفاسي. اذا نتمنوا هذا الماتش ان شاء الله تكون روح رياضيه ما بين جمهور الفريقين، وخاص معنا باللي انه ما تم المنع ديال الالترا وينرز انهم يدخلوا الفاس في انتظار ان شاء الله التاكيد من وصلوا للطيران. نخليكم معنا كاملين من وصلوا للطيران. خوتي حنايا دخلنا قضية مزيرة بزاف، كيفما قلت لكم كاين احتجاج على الرئيس لي عامرة بزاف، ورقابة مزيرة بزاف. كنتمنوا الماتش يدوز ان شاء الله في احسن الظروف، وكنتمنوا ان شاء الله الماتش يطلع مزيان كيفما موالف كيدوز ما بين الجمهور ديالنا و الوداد. نتلاقاو ان شاء الله خوتي. جماهير مغربية. Thank you.
Thank you.
سلقاني بريزنت في قلب البلاد ما نسينا اللي